أهلا ومرحبا بكم، مساء النور، وكل عام وأنتم بألف خير وألف صحة وألف عافية. الضيف لهذه الحلقة هو ضيف خليط ما بين العسكرية وما بين السياسية وما بين الأكاديمية وما بين التجارب الإنسانية الخاصة. سعيدة جدا بك يا دكتور، مرحبا بك ومنورة للاستوديو، وكل سنة وانت طيب. دكتور عبد العزيز نور عشر، القيادي بالجبهة الثورية وأيضا القيادي بحركة العدل والمساواة، مرحبا بك ومستعد للإقلاع. مرحبا دكتورة عفراء، وأنا سعيد بهذا اللقاء، ومرحبا بالمشاهدين الكرام، وكل سنة وانتم طيبين، والعام القادم إن شاء الله بلادنا تنعم بالاستقرار والسلام والتنمية إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، نحن نبدأ معك من ذكريات بعيدة جدا لكن هي الأكثر دنوا للقلب وعلوقا في الذاكرة. نبدأ بمناطق زي الفاشر وزي كتم وزي الطينة. المناطق دي خلابة جدا بالذات في فصل الخريف، وفيها حضارات عريقة، يعني قامت فيها سلطنات عريقة، وكمان فيها نسبة عالية بتاع التحرر، يعني المرأة هناك هي حكامة، إذن هي من الحكمة ومن الحكم، وهي الأولى في الفن وفي السياسة، وكذلك مستقلة اقتصاديا، عندها جبرة كتب راها وعندها جيب المستقل. فتداعيات الطفولة وذكرياتها. فعلا يعني حينما ينشأ الفرد في الريف الطبيعة مختلفة تماما عن المدينة، رغم لكل يعني ميزاته. يعني الناس بالسجية وبالفطرة في الريف، ونشأنا في منطقة أصلا يعني تمتهن الرعي والزراعة معا، والتجارة أخيرا أيضا، والفرد ينشأ من خلال القيم التي يعني يشكل منها هذه المجتمعات، هي فيها شيء من القساوة وشيء من، لأن الطبيعة قاسية هناك، وبتعلم الشخص الجدية والإصرار والسعي نحو تحقيق الأهداف. ولكن أيضا كما أوضحتي، الطبيعة خلابة وجميلة، والإنسان يرتبط باستمرار، وتلك الأصقاء والمناطق عالقة في الذهن باستمرار. يعني دكتور، المناطق هناك الأهالي فيها بيعملوا إما بالرعي وإما بالزراعة، أنت اشتغلت في الرعي ولا اشتغلت في الزراعة؟ وذكريات الحاجات دي، يعني الكتاب حق حسن نجيل ذكرياتي في البادية فيه فصل كامل، الفصل ده كله تحويل وتحوير للكلمات الشعبية والقصائد الشعبية، تحويلها إلى عربية فصيحة على لسان وبنان محمد سعيد العباسي. فالمنطقة ديك ملهمة جدا، عملت شنو واشتغلت شنو؟ نحن في منطقتنا يعني كما وضحت انه خليط بين الرعي والزراعه، ولكن اميل الى الرعي. الناس عندهم اهتمام كبير بالثروه الحيوانيه، ولذلك من الصغر نحن ننشا رعاه، مع الابل ومع البقر ومع الاغنام. ولذلك يعني تجربة أنك تتحمل المسؤولية منذ الصغر وحتى من قبيل المدرسة هي تجربة مفيدة مستقبلا، لأنه أنت تتحمل المسؤولية من وقت مبكر جدا. فبذكرني أنه في صورة دائما في زول بيتحدث عن الليدرشيب، عن القيادة، في أنه في طفل ماشي قدام البهايم، بفتكر أنه المسألة دي هي مسألة متعلقة بالوعي وبالممارسة القيادية، حتى لو على المستوى الصوري، على مستوى نعم الصور. فبذكرنا لأنه نحن يعني في تلك السن المبكرة يعني نحن نهتم بالماشية بالإبل، ولما نجي لمرحلة الدراسة ونجي للمدرسة بالنسبة لنا يعني كأننا نحن يعني في الإجازات دائما للراحة، ولكن نحن هنا ما نأتي للمدرسة كانت راحة بالنسبة لنا. عشان كده يعني مشيت للجانب الأكاديمي، ما شاء الله تبارك الله. في الجانب الأكاديمي بدأت بجامعة النيلين في البكالوريوس وفي الماجستير وفي الدكتوراه، يمكن عملت دبلومة صغيرة في جامعة الخرطوم عن الدراسات الدبلوماسية تقريبا. وأنا يعني براجع في سيرتك الذاتية لهذا الحوار، أكثر ما لفت نظري إنك عملت جندي في سلاح المدرعات، فدي برضه تجربة جديرة بأن تروى. لسنة واحدة؟
أي نعم، لسنة واحدة يعني كنت متطوع وشاركنا، يعني كان أشبه بالخدمة الإلزامية، ولكن كانت تجربة مفيدة بالنسبة لي، لأنه تدربنا على فنون الأسلحة والمدرعات والدبابات، واستفدت من هذه التجربة لاحقا. ثم بعد ذلك عدت إلى الجامعة ووصلت الدراسة وأكملت الجامعة ووصلت مسيرة الحياة يعني، ولكن تجربة كانت مفيدة للغاية. دكتور، يعني معظم الأدباء والشعراء اللي بيمروا بمحن حياتية بتلقى إنه شعرهم مغسول وشديد العذوبة، وأنا دايما بستدل بالمعلقات السبعة. أكثر معلقة سهلة وممتنعة وجميلة معلقة عنتر بن شداد، لأنه مر بآلام كثيرة جدا. بعتقد أيضا، وهو اعتقاد ممكن تتفق معه أو تختلف، إنه السياسيين اللي بيمروا بتجربة السجن هم الأكثر إنسانية والأكثر حساسية. مريت بالعديد من المواقف شديدة الإيلام في السجن، مقيد لمدة 10 أعوام. أتوقع أنه لما يفكوا قيدك بعد 10 أعوام دي يقول لك امشي، حتكون ما قادر تمشي. بالضبط، يعني تجربة السجن تجربة فعلا ملهمة بالنسبة لكثير من الناس، من خلال توظيف فترة السجن للتفكير وللاطلاع وللكتابة. لذلك يعني أغلب الذين كتبوا في السجون ما يسمى بأدبيات أو بشعر السجون، يعني كتبوا أشياء خالدة، لكن فيها مرارات وفيها خليك من المرارات. يعني مثلا زي اللي كتبه سيد قطب، بتلقى برضو فيها الكلمة ما قادرة أجيبها بالضبط، لكن فيها جنوح نحو إنه في ظلم حاصل، يعني ما فيها احتدال، لأنه بيمر بتجارب نفسية فيها ضغط. أكيد طبعا، هو أصلا هو في وضع بتاع إذلال وقهر، وضع السجن أصلا. الناس يتفاوتون في التعامل، في استجابتهم لهذا الوضع اللي فيه قهر والإذلال، ولذلك منهم من يستسلم، ومنهم من يتجاوز هذا القهر الى عمل ايجابي. العامل الاخر هو عامل الوقت، يعني عامل الوقت عامل قاتل جدا في السجن. دكتور، الايجابي ده نحن جايين له، لكن بدك تحدثني بالضبط عن الالم النفسي الموجود في السجن والقيود، وهي ملتصقه بالاذلال باي طريقه من الطرق، حتى ولو استجمعت قواك امام التحقيق، لكن تاتي لحظه من الليل ما تشعر فيها بالألم. هو الألم موجود بالتأكيد، الألم المعنوي والحسي أيضا، لأنه حينما تكون مقيد بالسلاسل لمدة 10 سنوات، ومغلق في زنزانة مغلقة انفرادية لمدة 16 ساعة يوميا لمدة 10 سنوات، هذا أمر مؤلم، ما في شك، وضع مؤلم. ولكن يعني حينما تتذكر أنك ما الذي أتى بك إلى هذا المكان، حينها يعني يهون هذا الوضع، وتحاول تتجاوز نفسيا هذا الوضع الى يعني وضع معنوي افضل، بحسبان انك جئت لقضيه اهم ولقضيه اكبر، وتتذكر الشهداء وتتذكر الذين مضوا الى ربهم. لذلك يهون امرك يعني امامهم، وامام يعني خاصه حينما تاتي للسجون من الميادين القتال، مهما كان الالم بالنسبة لك شيء يعني عادي، لأنه حينما تشاهد زملائك يموتون أمامك، وحين تقبرهم أنت في مقابر جماعية، هذه المشاهد فيها إيلام أكثر بكثير من الوضع الخاص للشخص في السجن. دكتور، ولكنك انتصرت على العالم بالإرادة، يعني بقوة العزيمة والشكيمة. أنا ما قدر أعرف يا دو فكرة خلتك يعني تحضر الدكتوراه وأنت محكوم بالإعدام، يعني فعليا أنت ذاهب إلى القبر وليس إلى ذروة سنام النجاح الأكاديمي. يعني في ذلك الوقت هنالك حملة ضارية جدا ضدي من خلال وسائل الإعلام، من خلال الآلة الدعائية للنظام السابق، والآلة كانت تلفق يعني أكاذيب كثيرة جدا، وحاولوا يعني عملية الزراعة الطويل، دخلنا بها مدرومان من هزيمة إلى انتصار لهم، هم في حقيقة الأمر.
لا يوجد نظام أو 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 قوة تسمح لقوة أخرى تدخل إلى العاصمة ثم بعد ذلك تتعامل من داخل العاصمة. كانت هزيمة كبيرة بالنسبة لهم بكل المقاييس، ولكن حاولوا تغيير تلك الهزيمة إلى انتصار زائف من خلال بس دعايات مكثفة حول أشخاص حول أفراد. ولذلك أنا يعني خضينا لأنواع من التعذيب ومن الإذلال ومن القهر ومن الأذى المعنوي والبدني. لذلك أنا كنت في حاجة إلى شيء أثبت يعني إرادتي وقوتي أمام نفسي أولا وأمامهم أيضا. لذلك يعني حاولت أن أعبر عن هذه الإرادة بأشكال مختلفة، منها يعني أكثر من شهادة دكتوراة. أنا كنت أدرس في جامعة في علوم السياسية والدراسات الاستراتيجية، ويعني احتفل زملائي حينما جئت في المستوى الأول في الجامعة، وكان معي قادة عدد من قادة النظام كانوا يدرسون في نفس الكلية في نفس المستوى. هم كانوا في قيادة النظام وأنا كنت في أنا سجينهم، ولكن يعني تفوقت عليهم من زنازينهم. كان بالنسبة لي أقوى بكثير من شهادة، معنويا كانت مكافأة كبيرة بالنسبة لي ولزملائي أيضا. نعم. حينما احتفلوا بذلك. نعم دكتور، تحدثت أنه أحداث أم درمان كان فيها انكسار للنظام السابق، لكن أيضا كانت أشبه بقاسمة الظهر لحركة العدل والمساواة، لأنه لما تجي لماذا تريد حركة العدل والمساواة؟ السيطرة على قاعدة وادي سيدنا العسكري، السيطرة على القيادة العامة، السيطرة على الإذاعة والتلفزيون، السيطرة، كل هذه الأشياء لم تحدث، سنأتي إليها، فقط أردت أن أقول رأيي في هذه النقطة. دكتور، أنت تنتمي إلى والراحل أيضا دكتور خليل ودكتور جبريل إلى جذور فكرية إسلامية، وانتميت انتماء واضحا في الدائرة القانونية في حزب المؤتمر الشعبي في وقت ما عملت في هذا الأمر. البعض يتهم الإسلاميين بالدموية وبالجنوح نحو الدماء، بل وبلي عنق الدين والبحث عن مسوقات وعن أدلة تبيح القتل وتبيح الدماء وما إلى ذلك. كيف تنظر إلى هذا الأمر في كلياته؟ هل فعلا هنالك أخطاء فادحة ارتكبها الإسلاميون أدت إلى هذه النتيجة؟ جميع الأحزاب السودانية مسؤولة من سفك الدماء في السودان مرورا بكافة التجارب. نحن نتذكر أحداث جزيرة أبا، نتذكر أحداث وتنوباوي، نتذكر مجزرة بيت الضيافة، مرورا بالمجازر التي حدثت طوال التاريخ السياسي في السودان، ثم أيضا نتذكر الإبادة الجماعية التي تمت في دارفور. كل هذه الفترات من الحريق الوطني يسأل عنها السياسيون بمختلف انتماءاتهم، ولكن يعني أنا أقول أن الانتماء السياسي بالنسبة لنا كان انتماء لفكر وليس انتماء لحزب. يعني كان في المدارس الثانويه اما انتماء لليسار او انتماء للتيار الاسلامي. لكنك قد انتميت بالفعل لحزب معين. نعم نعم، وبعد ذلك جاء الحزب لاحقا، وحينما راينا ان ذاك الحزب يعني يتناقض مع شعاراته ومبادئه تركناه. يعني الانتماء لاي فكر ليس بجريمه في نظري، ولكن الممارسات التي تؤدي الى هذه الجرائم البشعه في الوطن في حق الوطن هي الجريمه الكبرى في حق المواطن وفي حق الوطن معا. ولذلك يعني من المهم جدا ان تتم مراجعات لكافه الاحزاب السودانيه، لان كلها ارتكبت جرائم في حق الوطن. ولذلك يعني جميعهم ينطبق فيهم قول المسيح: من كان بلا خطيئة فليرميها بحجر. فلذلك يجب على الجميع مراجعات شاملة وهامة في حق الوطن، وخاصة الأجيال الجديدة. مما يؤسف له أيضا جزء من هذه الأجيال الجديدة أيضا تمتلك ذات العقلية القديمة. يعني هذه واحدة من الملاحظات الجديدة حتى بعد الثورة،
يعني نظرة بعض القوى الجديدة للهامش، للأقاليم، لقضايا السودان، نظرة ما تزال تحمل سمات ذات الفكر القديم، ذات النادي القديم الذي أدى إلى كل هذا التراجع في الحق الوطني. شوف يا دكتور نور، أنا شايفة إنه مشكلتنا الحقيقية في السودان هي إنه كل شخص ينظر نظرة جزئية ليست كلية، وفي حالة استقطاب حاد جدا، يعني يا هلال يا مريخ، يا يسار يا يمين، يا ثورة يا انتكوز، يعني كده هذه التقسيمات. ربما هذا الاستقطاب الحاد لم ينجو منه شخص حتى بنضال إبراهيم الشيخ، يعني بأي حال من الأحوال مما تراونه حتى يعني يلجأ لوسائط السوشيال ميديا تبريرا لبعض الأحداث. على العموم الذين يصفون الإسلاميين بالدموية يصفون انقساماتهم بأنها انقسامات الخلية الواحدة، وطني شعبي، وبأنه عندما ضيق على الشعبي أوحى الشيخ إلى حواريه بإشعال دارفور. لا يعني هذه واحدة من تهم وأدوات النظام السابق في محاربة خاصة حركة العدل والمساواة، أنها حركة تحمل مشروعا سياسيا شاملا للتغيير في السودان، وهي حركة قومية. لذلك حاولوا إجهاض هذا المشروع منذ وقت مبكر، لذلك يعني استفادوا من الأجواء الانقسام. القضايا دارفور هي قضايا قديمة منذ ثورة أكتوبر 64، جبهة نهضة دارفور وسوني واللهيب الأحمر، كل هذه الثورات وحركات المطلبية قامت في دارفور في وقت مبكر، وحركة شهيد بولات في التسعينيات، وثم بعد ذلك جاءت الحركات المسلحة. هي قضايا تراكمية وثورات تراكمية نشأت في دارفور، ولا علاقة لأي انقسام في أي حزب بذلك. ولكن قطعا هنالك ظلال من التهم ناتجة من الصراع المركز على ما يدور في دارفور، ومحاولة الجميع توظيف ذلك المشهد لصالحه في ذلك الصراع. ولكن قضية دارفور قضية مختلفة كليا، ولا علاقة لحركة العدل والمساواة بأي جناح ولا بأي طرف من الأطراف. هي حركة مستقلة وقامت بناء على يعني دراسة متأنية لتاريخ السياسي للسودان، وقدمت مشروعا متكاملا للتغيير في السودان، ولا تزال تملك هذا المشروع وتطرحه حينما يعني تلوح في الأفق فرصة لمخاطبة الشعب بشكل مباشر بعد السلام الذي أصبح وشيكا. ولذلك لا علاقة لأي صراع بحركة العدل والمساواة السودانية. نعم دكتور نور، بشفافية شديدة، الجذور الإسلامية للراحل دكتور خليل ربنا يرحمه ودكتور جبريل ودكتور نور، هل هذه الجذور الإسلامية هي التي تخلق رفضا مزاجيا وبعدا فكريا ما بينها وبين قوى الحرية والتغيير التي تستند الآن في قوتها على العروبية أو على الاشتراكية وما غير ذلك؟ فقط فاصل قصير يفصلنا عن هذه الإجابة، ابقوا معنا في لم يعد سرا. اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. لا زال ضيفنا هو الاستاذ عبد العزيز نور عشر، مرحب بك. مرحبا، وكل سنه وانت طيب من جديد. وانت طيبه والشعب السوداني بخير. امين امين يا رب العالمين. توقفنا عند نقطه الابتعاد المزاجي والفكري ما بين مكونات قوى الحريه والتغيير وحركه العدل والمساواه. هل بتحس انه الجذور الاسلاميه والرفض العام للإسلاميين في هذا التوقيت هو سبب من الأسباب، إن لم يكن أهم الأسباب، في عدم التقارب السريع؟ يعني حركة العدل والمساواة هي موجودة ولا علاقة ممتدة مع قوى الحرية والتغيير، وليست هناك أي مشكلة في التعامل وفي التعاطي مع القضايا الوطنية من خلال حاضنة الحرية والتغيير، وكنا معا منذ سقوط النظام السابق في التفاوض مع المجلس العسكري، وصولا إلى وضع الوثيقة الدستورية وإلى يعني هذا اليوم نحن جزء ولم نخرج من الحرية والتغيير حتى الآن.
ليس لدينا مشكلة أيديولوجية مع أي أحد، لكل فرد ولكل كيان أو حزب. لكن إذا كان هنالك توافق تام لتم توقيع اتفاقية السلام يعني؟ لا لا لا، لم أقل توافق، ولكن الإخوة في الحرية والتغيير ليس بسبب اختلاف أيديولوجي، لأننا أصلا ليس لدينا أيديولوجية معينة، ونحن حركة تقوم على رؤية مختلفة تماما، ولكن بسبب تراجع ونكوس الزملاء في الحرية والتغيير عن قضايا السلام، وهو هذا هو أبرز خلاف، لأنهم حينما اتفقنا معا في أديس أبابا وحول ورقة السلام أو قضايا السلام، واتفقنا لأن تكون تلك الورقة جزءا من الوثيقة الدستورية، وبالتالي كان يكون الطريق ممهدا نحو البلوغ السلام وإنجاز السلام في فترة أقل، ولكن تراجع ورفض الإخوة في الحرية والتغيير أدى إلى هذا التطاول في عملية إنجاز السلام. ما هي النقاط المحددة التي تمت يعني بموجبها إبطاء عملية السلام؟ لأنه السلام دخلت له تاريخ مميز جدا 14 فبراير، وبعد ذلك بداية يونيو، وبعد ذلك منتصف يونيو، ثم نهاية يونيو، وما زال الأمر فيه تفريعات وفيه تجزئات وفيه يعني القضايا ما بتحس إنها ماشية نحو صراط مستقيم، إنما في انشطارات أميبية كده كل مرة بتظهر قضايا مختلفة. لا، ليس هنالك انشطارات أميبية، هنالك حوار حول قضايا لم تكتمل في الفترات السابقة. مثل ماذا يا دكتور؟ يعني مثلا القضايا المتعلقة بالتعويضات، قضايا المتعلقة بإدماج المقاتلين، قضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة في تلك المناطق، صناديق إعادة إعمار، كل هذه القضايا مهمة بالنسبة لإنجاز السلام، لم يتم اتفاق حولها، لذلك التفاوض كان جاريا حتى تم حسمها في الجولة الأخيرة في الخرطوم، والآن يعني التباحث أو التحاور ماض في قضايا الترتيبات الأمنية، ولذلك نتوقع إن شاء الله بعد العيد يعني يمكن أن في وقت غير بعيد يتم إنجاز السلام إن شاء الله. إن شاء الله. لكن دكتور يعني على ذكر الترتيبات الأمنية، القوى أو حركات الكفاح المسلح غير متفقة على ملف واحد أو فايل واحد أو خارطة طريق واحدة على كيفية إيجاد هذه الترتيبات الأمنية على الأرض، وأيضا من أجل الشفافية أيضا الحكومة لديها بعض الحساسية في إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، فما هو المخرج؟ يعني قضايا الترتيبات الأمنية قضايا مهمة لتحقيق السلام ولاستدامة السلام، لأن غير إدماج المقاتلين في قوى نظامية، لأن قضية حمل السلاح هي قضية يعني أساسية في قضية الأمن والسلام، ما لم يتم يعني حصر هذا السلاح في قوى متفق عليها تظل هنالك مشكلة إخلال بالأمن، ومشكلة استخدام هذا السلاح في الصراعات وفي قضايا مختلفة، ولذلك لا بد أن يتم اتفاق حول حمل هذا السلاح. ثم ثانيا الجهة التي تحمل هذا السلاح يجب أن تكون جهة قومية ومحكومة بالقانون، وبذلك نضمن أن هذا السلاح لا يستخدم ضد أي أحد، ضد أي مجموعات أو ضد أي شعوب في الأقاليم السودان المختلفة كما في تجاربنا المريرة يعني. ولذلك مسألة الترتيبات هذه مسألة مهمة. مقرون بهذا مسألة إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، لأن الجميع تضرر من عدم إصلاح هذه المؤسسات، والآن هنالك تجارب حول دول من حولنا في أفريقيا وقطعت شوطا في هذا المجال، هنالك تجارب متعددة ما يعرف بـ SSR Security Sector Reform Strategy، يعني كل هذه يعني الدولة في أفريقيا وجدت أن السبب الأساسي في عدم الاستقرار السياسي هو عدم انضباط المؤسسات التي تحمل السلاح، ويستخدم هذا السلاح ضد شعوب بعضها ضد بعض، ولذلك لا بد من إصلاح هذه المؤسسات لكي نضمن استقرارا سياسيا واستدامة للديمقراطية، ولذلك يعني هذا أصبح ترند أو سمة غالبة في كل المنطقة، وبالتالي لا مفر من أن نصلح حال مؤسساتنا العسكرية لنضمن قوميتها، تكون مفتوحة لكل السودانيين بشروط متفق عليها،
نزوي بكل أشكال الميليشيات أو قوات تابعة لحركات المسلحة أو أي شكل من أشكال عسكرية حاملة للسلاح في مؤسسة عسكرية واحدة وظيفتها حماية السودان ومصالح العليا وحماية الدستور. نعم. هذا لابد من 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 وصول وبلوغ هذا لكي نضمن سلاما واستقرارا وديمقراطية حقيقية. نعم. في البلاد. دكتور، يعني هذا الحديث الطيب يقودني لنقطتين. أول حاجة وجود حركات الكفاح المسلح، يعني الآن ضد من تريد أن تكافح؟ النظام الذي كان موجودا ووجدت بسببه هذه الحركات قد سقط، وعندما سقط طبعا هي عندها نضالات أو شيء، لكن برضو قد سقط بطريقة ضغط الشارع أو الشعب السوداني المباشر في الميادين. هذه نقطة. النقطة الثانية حكاية الترتيبات الأمنية جيدة من الناحية النظرية، ولكن فيها صعوبة من الناحية العملية، لأن حركات الكفاح المسلح نفسها حولها انقسامات وتريد نصيبة، وطبعا لا أحد ينكر عليها هذا الأمر، تريد نصيبة في السلطة، تريد نصيبة في الثروة، ولا تتقبل ربما تضحيات كبيرة لأجل الوصول إلى توافق حقيقي. قضية النظام السابق، لم تنشأ هذه الحركات فقط لمحاربة النظام السابق. النظام السابق نعم الدور الأكبر في تأجيج هذه الحروب، ولكن هنالك قضايا حقيقية فعلية في السودان، قضايا التحميش، قضايا عدم التوازن التنموي، قضايا كثيرة جدا أسبابها معلومة للكافة. ولذلك يعني ليست قضية مجرد وضع السلاح وانضمام لما يجري في الخرطوم، ولكن كيفية معالجة الأسباب التي أدت إلى كل هذه الحروب طوال 64 عاما لم نشهد استقرارا ولا سلاما. لذلك لا بد من معالجة الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحروب. ففي هذه الحالة فقط ممكن نضمن أن يعني استقرار في البلد. ولذلك لا بد من، وإن طال التطاول أمد السلام والتفاوض، لا بد من إنجاز يعني اتفاق حقيقي يعالج كل هذه القضايا. ولذلك يعني مسألة الترتيبات الأمنية ومشاركة الحركات المسلحة، يعني من الجيد أننا الآن ننجي السلام في فترة تحول ديمقراطي وفترة انتقالية، لكن أيضا قد مضى ثلث الزمن. يعني نعم. ولذلك أنا أحيانا يا دكتور لو سمحت لي بالمقاطعة، أحس بأن الحركات المسلحة تريد أن تحتفظ بجيوشها وبسلاحها تلويحا بذهب المعز وسيفه. يعني لا، يعني أنا الرؤية التي قلتها قبل قليل حول أهمية يعني دمج كل هذه الفصائل في قوات مسلحة قومية وطنية، يعني بيحكمها قانون وقيادة واحدة تتبع للقيادة السياسية في البلاد، هذا هو رؤية العدل المساواة ورؤية غالب المكون أو قوى الكفاح المسلحة التفاوض الآن، ولعل هذه الرؤية هي التي تمضي الآن في ترتيبات الأمنية. ولذلك يعني لا نعتقد أن بقاء قوات لحركات المسلحة تساهم بشكل إيجابي في الديمقراطية وفي استمرار استدامة السلام. يعني مسألة الفترة الانتقالية الجيد فيها لأن هي فترة مؤقتة، وبالتالي الجميع مدعون إلى العمل مباشر وصولا لمرحلة التفويض الشعبي. ولذلك مجرد ما يطلب الآن يعني مشاركة لإنجاز أو لتطبيق وتنفيذ اتفاق السلام في رأيي، لأن الفترة الانتقالية سوف تنتهي وسوف تكون كل هذه القوى المسلحة أو الحركات التي تحمل السلاح أمام اختبار حقيقي أمام الشعب السوداني، ولذلك لا بد أن تتحول إلى كيانات سياسية وإلى أحزاب سياسية. نعم. وبالتالي لا مجال لأن تكون حزبا سياسيا وتحمل السلاح في آن معان. نعم. لا يمكن. دكتور، حركات الكفاح المسلح ليست قولا واحدا، يعني كل حركة عندها تفكير الأيديولوجي، عندها قربها من بعض المعسكرات، من بعض الكيانات، حتى من بعض الدول. لكن دعنا نتوقف عند حركة العدل والمساواة، هو ربما اجترار لبعض الاتهامات التي قيلت كثيرا، لكن أنا عاوز أسمع منك بعد إذنك توضيح لحادثة شهيرة لها ما بعدها بالتأكيد، اللي هي منع أثيوبيا أو إبلاغ دكتور جبريل والوفد المرافق له بعدم رغبتهم في الإقامة في أثيوبيا وترحيلهم فورا إلى مطار أديس، إلا أن بعض الشخصيات الإفريقية قد تدخلت. هل هذا الأمر
بصراحة شديدة كان فعلا بسبب دعوة عشاء في السفارة القطرية التي كانت تريد تمهيد الطريق لحلفائها القدامى؟ يعني هذا الأمر أنا كنت هناك وشاهد لما حدث. شاهد عيان. طيب شاهد عيان يعني. لم تقم أثيوبيا بإبعاد دكتور جبريل أو الوفد المرافق مطلقا، هذا اتهام غير صحيح. لم تخطرهم بهذا الأمر نهائيا أبدا. هنالك يعني فرد من السلطات الأمنية اتصل بوفد الحركة وطلب منهم المغادرة، ويعني عندما هم الوفد بالمغادرة يعني وصل الخبر لرئيس الوزراء الأثيوبي وأرسل موفدا لغى الأمر بعد تدخل جهات إفريقية اللي هو موسى فكي والوسيط الإفريقي الوسطى. نعم اتصلوا بسيد رئيس الوزراء وأرسل مبعوثه الخاص في لقاء يعني جامع، اعتذر سيد رئيس الوزراء عبر موفده وأن رئيس الوزراء ليس على علم بهذا الإجراء ولا الحكومة الأثيوبية، وأكدوا بأن هذا التصرف لن يحدث مستقبلا، وقبلنا اعتذارهم ومضينا في المفاوضات التي كانت جارية. نعم دكتور نور، يعني أنت تقول أن هذه الحادثة كانت حادثة فردية. فردية نعم. لكن هذا الأمر لا ينفي وجود سبب، هل فعلا السبب هو العشاء في السفارة القطرية وبقية القصة؟ ما الذي يجعل العشاء في السفارة القطرية جريمة معسكر غير معسكر غير مرغوب فيه؟ من من انت تعلم؟ ليس معسكرا، ولكن السفير يعني العلاقة قديمة بدكتور جبريل. دكتور جبريل عمل في اليابان وعمل في السعودية، عمل في مناطق كثيرة، يعني لديها علاقات خارج نطاق السياسي. يعني هذا السفير تقدم يعني قدم أو دعا لدعوة عشاء بمفرده، ليس صحيح هنالك وفد قطري وأجهزة أو أشخاص من الأمن القطري. وكذا السفير كان بمفرده وكان عشاء عاديا، والوفد عاد الى الفندق حيث يقيم، وربط هذا الامر بمساله محاوله ابعاد الوفد من خلال افراد يعني وليست الحكومه الاثيوبيه. هذا امر انتهى في حينه، ودكتور جبريل زار اثيوبيا اكثر من مره بعد تلك الحادثه، وبالتالي اعطيت هذه الحادثه اكثر مما يعني تحتمل. أنا في نظري عادة المياه إلى مجاريها ما بين الحركة و... نعم ليست هناك أي مشكلة. نعم دكتور، أيضا من الملفات التي تحوي اتهامات مقدمة لحركة العدل والمساواة إنه حركة العدل هذه مثلا تدخلت بصورة مباشرة بعد أن اتصل وزير الدفاع التشادي بدكتور خليل ربنا يرحمه في الساعة الواحدة صباحا. نهاية القصة أو المستخلص للقصة إنه يلحقوا الرئيس إدريس دبي في قصره، فيعني لماذا تتدخل حركة العدل والمساواة وهي حركة مطلبية سودانية معنية بقضايا الهامش في شؤون الدول الأخرى؟ أنا أوضحت ملابسات هذا الأمر كثيرا، ليس تدخلا ولا انحيازا من الحركة للصراع خارجي يعني في بلد آخر، ولكن كانت عبارة عن يعني ذات الحرب التي كنا نخوضها في دارفور، فقط تحولت ميدان القتال إلى موقع آخر، حيث النظام السابق كان يرتب يعني من خلال دعمه المباشر ومن خلال قوات تابعة حتى لحكومة السودان لإسقاط نظام الرئيس إدريس دبي وتعيين رئيس حليف للخرطوم ولحسم قضية دارفور عسكريا. ولذلك نحن لدينا معلومات وكنا نتابع هذا الأمر، ولذلك نحن أفشلنا في الحقيقة تلك المحاولة حتى لا نكون في حرب كماشة. في كماشة بين 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 مجمعنا والخرطوم. هذا هو ما حدث بالضبط، وهذا الأمر ثابت يعني بالدليل أن النظام السابق كان يعد العدة لإسقاط، وبعضهم أعلن أن يعني تشهد سوف تشهد
نظاما جديدا في خلال 24 ساعة حتى في أجهزة الإعلام النظام في ذلك الوقت. نعم دكتور، البعض يتحدث أنه ليس عيبا أن تجني حركة العدل والمساواة لتكوين علاقات إقليمية تخدم قضيتها الرئيسية اللي هي قضية المطالبة بقضايا الهامش، خصوصا إقليم دارفور. هذا الأمر ربما يعني قدمت باليمين دعم دبي، والبعض يتحدث أنه نالت باليسار مباشرة تجهيزات وتدريبات في تشاد ومؤان وغير ذلك الذي أتاح لها عملية الذراع الطويل. مكافأة مباشرة؟ لا، ليست هنالك مكافأة، ولكن الحركة يعني قررت أن تخوض معركة في الخرطوم منذ 2007، وعملية الزراعة الطويل كانت في 2008. وخلال هذه المدة يعني حركة في تجهيزات دائبة وتمكنت من توفير المتطلبات الأساسية، ومسألة تشاد كانت مسألة عارضة، ولكن يعني الحركة لم تغير من خطتها مطلقا، وحاولت أنها يعني تستفيد من تلك الفترة في مزيد من الإعداد ل يعني لخطتها الرئيسية. ويعني نحن يعني ذهبنا فعلا، الحركة ذهبت إلى مجمعنا وأفشلت خطة الخرطوم، وقوات المعارضة انسحبت في ذلك الوقت، وعادت الحركة إلى السودان، ثم بعد ذلك مضت إلى خطتها الأساسية. هذا هو ما تم في مسألة تشاد. طيب يا دكتور، يعني الآن الحركات المسلحة تتحدث أو حركات الكفاح المسلح تتحدث إن هنالك قضايا أساسية لا بد من حسمها، وبعد ذلك يتم توقيع اتفاقية السلام. طيب البعض يرى إنه لماذا لا تتم تضحيات من حركات الكفاح المسلح؟ الآن هذه الحركات تمتلك جيوش، تمتلك سيارات، تمتلك يعني صرف داخلي وخارجي على قواتها وعلى قادتها. هذا الأمر إذا تم مباشرة يعني بثه في شرايين الوطن لأصبح أكثر ازدهارا واخضرارا. هل يعني إبطاء توقيع اتفاق السلام النهائي والشامل هو مسؤولية فقط قوى الحرية والتغيير، سيد رئيس الوزراء، المجلس السيادي، ولا أيضا الحركات المسلحة في نقد ذاتي مسؤول عن إبطاء هذا الأمر؟ لا أظن هنالك إبطاء. يعني الوقت الذي يعني تم توظيفه في وصول للسلام وقت ضروري ومهم، لأن قضايا السلام وقضايا الحرب قضايا عميقة في حاجة إلى بحث متعمق، وفي حاجة إلى وصول للاتفاق حقيقي، لا اتفاق صوري كما يتم في السابق في عهد النظام السابق، حتى لا يعني 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 تعود حتى يكون الأمر نهائياً. هذا أمر مهم. يعني نحن لمسنا جدية من سيد رئيس الوزراء، رئيس مجلس السيادي، من الحكومة، ولكن هنالك قوى سياسية أيضا لا ترغب في إنجاز السلام. من هي؟ المسائل المتعلقة بمكاسب تحققت من غير جهد بالنسبة لبعض هذه القوى، ولقوى تظن أنها لديها مناطق نفوذ تقليدية، إذا ما أتت هذه القوى التي تحمل السلاح سوف تخسر هذه الأراضي. هل يمكنك تسميتها بالاسم دكتور؟ واضحة من سياق الكلام، هذه الجهات واضحة دكتورة أفرا، واضحة جدا. فلذلك نحن نظن أن السلام مصلحة للوطن، مصلحة للكل، ومن خلال السلام نستطيع أن نتجاوز كثير من إشكالاتنا وأزماتنا. لذلك نحن ندعو هذه القوى أنها تراجع موقفها من السلام وتدعم السلام. يعني كان بالإمكان نصل إلى سلام قبل هذا، إذا ما قوبلت يعني أو يعني مررت ورقة اتفاق السلام في أديس أبابا في الوثيقة الدستورية. نحن لسنا في حاجة كنا لتكرار ما تم الاتفاق عليه، ولكن على كل حال الآن السلام بات يعني حاجة وطنية ملحة لا بد من إنجازه في وقت وجيز. ويعني أنا أقول إنه ما تبقى أو ما تبقت من قضايا هي قليلة جدا، ويمكن
إنجازها في وقت وجيز ويمكن بلوغ كيف السلام. كيف تكون قليلة يا دكتور وهنالك تفريعات وتجزئات مستمرة؟ مثلا هنالك قضايا حتى غير منوط بالفترة الانتقالية البت فيها، مثل قضية علمانية الدولة أو لا. هذا الأمر الذي يقول الحلو، هل علمانية الدولة بتعتقد أنها فكر استراتيجي منه ولا فكر تكتيكي وصولا إلى مكاسب محددة؟ الإجابة على هذا السؤال بعد إذنك طبعا بعد فاصل قصير في لم يعد سرا. ابقوا معنا. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحب بكم، ولازلنا في ضيافة الدكتور نور عشر، مرحب بكم ومساء النور. وتوقفنا في يعني بعض المطالب لحركات الكفاح المسلح التي قد تكون ليست من اختصاص الفترة الانتقالية، يعني الفترات الانتقالية على مستوى العالم لا تبت في المواضيع التي يبت فيها صناديق الاختراع بعد ذلك. فمسألة علمانية الدولة كيف تنظر لها؟ هل هي أمرا تكتيكيا أم استراتيجيا؟ يعني أنا أتفق معك في الفترة الانتقالية حدود، لا يمكن نطلب إنجاز قضايا تعتبر من صميم اختصاص الشعب السوداني، هي قضايا يعني مطلوب حسمها فيما بات يعرف بالمؤتمر القومي الدستوري، لأن هناك قضايا آلقة كثيرة مثل قضية العلاقة الدين بالدولة، نظام الحكم، قضايا الهوية وما إلى هنالك من قضايا. ولذلك أنا أعتقد الرفيق حلو والزملاء في الحركة الشعبية أعتقد يعني هذا الموقف هو موقف تكتيكي. أنا لا أعتقد أن قضية المانية وقضية فصل الدين عن الدولة هو ما دعا حلو وشعب جبال النوبة ومنطقة جنوب كردفان لحمل السلاح، لا أعتقد ذلك. هنالك قضايا حقيقية، قضايا تهميش، قضايا يعني تهميش متطاول منذ تأسيس هذه الدولة، وهي قضايا حقيقية. نحن نتفق في أن في حاجة حقيقية إلى معالجة كل هذه القضايا، ولكن قضايا صراع الأيديولوجي هي قضايا يعني بمثابة ترف. أنا بالنسبة ويمكن إرجاء بأي حال من الأحوال، يمكن إرجاء ويمكن حسمها في مستويات، ويمكن إساهمهم بعد السلام في حسم هذه القضايا مع آخرين. نعم، إذن في ذات الملف، ملف السلام، البعض يتحدث إنه هنالك بعض المآخذ، طاولة الحوار في السلام جلس عليها حاملو السلاح وجلست عليها كيانات أخرى غير حاملة للسلاح، وهذا الأمر كيف تنظر له بشفافية وبصدقية عالية؟ يعني هل هذا الأمر فيه عدلية؟ نعم، أقول نعم، لأنه يعني هذه الكيانات الثورية نسميها الثورية غير حاملة للسلاح هي جزء من التحالف الأوسع، الجبهة الثورية، وناضلت في إسقاط النظام السابق، ولديها قضايا مناطق مختلفة، هي ليست كان فيها حرب في تلك المناطق ولكن فيها قضايا أساسية برزت من خلال المفاوضات، ولأنها هي جزء أصلا من هذا التحالف الجبهة الثورية، والجبهة الثورية هي جزء من عملية السلام وعملية التفاوض، ولذلك يعني أدرجت هذه الكيانات في 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 مسار في مسارات مختلفة. ولسبب آخر موضوعي في رأيي أن تحالفات القوى السياسية في السودان تنفض يعني حينما يجلس طرف المقاتل مع حكومة في الخرطوم، وهذا أدى إلى عدم توافر الثقة بين يعني الأحزاب السياسية والكيانات المختلفة، وهنالك نقد يعني مستمر في العهود والمواثيق سواء كان في الحكومة أو التحالفات أو في الأحزاب السياسية. ولذلك للمرة الأولى في نظري أن تحالفا سياسيا بكامله يجلس إلى التفاوض ومن غير ما يعني ينحاز طرف لصالح مصالحه ويترك الآخرين يعني. فلذلك للمرة الأولى أيضا ننجز سلام يشمل كل مناطق السودان،
إذا ما تم ضم مسار كردفان، لأنه شمال كردفان وغرب كردفان ليس جزء من ليست جزء من الـ من الـ من المسارات، ولكن إذا تم ضم كردفان للمسارات ننجز سلاما يشمل كل أقاليم السودان، وبالتالي يمكن أن نصف يعني هذا السلام بالسلام الشامل، وهذا أمر مهم حتى لا يتهم أنه سلام جزئي أو سلام ثنائي بين حركة مسلحة وبين حكومة في الخرطوم. ولذلك يعني لهذا الوضع أبعاد مهمة مستقبلية لمسألة متعلقة بالوحدة الوطنية ولكل أقاليم السودان المشاركة في عملية تنفيذ السلام وصناعة السلام وثم بعد ذلك لاستدامة السلام. نعم، لكن دكتور يعني هل تتوافق معي أنه التقسيمات فقط ليست حركات حاملة للسلاح وأخرى غير حاملة، وإنما أنتم لديكم يعني حمولات معينة، حمولات مشكلات الهامش، هذه واحدة، لديكم مشكلات مؤشر نحوها نحو المركز، هنالك بعض الكيانات ليست لديها مشكلة مع المركز بل هي متماهية مع المركز وليست لديها قضايا محددة، فوجود الجميع في طاولة واحدة للمرة الثانية السؤال. أنا أعتقد هؤلاء جميعا لديهم مشاكل تنموية، مثلا قضايا الشرق بالتأكيد لدى شرق السودان لديهم مشاكل وأزمات أشبه بقضايا دارفور، وبل في بعض مناطق الشرق أسوأ من دارفور حتى، مثلا قضايا كردفان أيضا، مناطق يعني السدود والشعوب القاطنة في المناطق في أقصى شمال السودان لديها مشكلات حقيقية. فلذلك أنا يعني حينما نجعل الحرب فقط معيارا، الذي يحمل السلاح هو معيارا لعلاج مشكلته، أيضا نقى في ذات الخطأ الذي كان يمارسه النظام السابق. لذلك ليست هنالك حرب في تلك الأقاليم، ولكن هنالك إشكالات في حاجة إلى معالجة. طيب يعني يجب معالجة كل هذه القضايا دفعة واحدة، لماذا نجزي هذه المشكلات؟ فالحل الكلي لكل هذه المشكلات يعطينا سلاما حقيقيا واستقرارا حقيقيا. ويمكن أن يحدث كل ذلك في غضون العامين المتبقيين من الفترة الانتقالية؟ لا، هنالك اتفاق لأن تكون الفترة الانتقالية أربع سنوات ابتداء من. أنتم أخذين معكم فترة التمديد دي في العمل على الوصول إلى اتفاق نهائي ولا شنو؟ لا، يعني من يعني الفترة الانتقالية تبدأ من توقيع السلام، هذا تم الاتفاق عليه. نعم. طيب يا دكتور، أيضا من المشكلات اللي أنا بعتقد أنها يعني ليست صغيرة بحال من الأحوال، بتلقى أحيانا كثيرة جدا كلمات قد تطلق ولا تطبق، يعني كلمة كانت تطلق في كل التظاهرات وكلمة أطلقت تحديدا في 30 يونيو التي أعادت مرة أخرى سياقة المشهد السياسي في السودان، كلمة مدنية. هل هذه الكلمة يمكن تطبيقها بالفعل في السودان؟ وتجربة تطبيق المدنية، التجربة التطبيق المبدئي حتى الآن، إلى أي مدى كان ناجحا؟ وإلى أي مدى يمكنك أن تؤشر على الأحطاب إن وجدت؟ يعني تعطى لهذه الكلمة دلالات متعددة، يعني كل يعني من زاويته، ولكن المدنية الحقيقية هو تأسيس دولة يعني تقوم على سيادة حكم القانون، يتساوى فيها الجميع، وأن تكون وظيفة هذه الدولة أن تخدم المواطنين، والدولة نفسها تكون خاضعة للقانون، لأن أكبر منتهك لحقوق الإنسان في أفريقيا الدولة نفسها، ولذلك لا بد من خضوع إخضاع الدولة للقانون. ولذلك يعني هذا الأمر مجرد تحقق؟ مجرد يعني تعيين حكام مدنيين يعني هذا يعني لا يمكن تحقيقا للمدنية، ولكن المدنية هو إنجاز لتحول كامل للدولة إلى دولة حقيقية تقدم الخدمات، تطبق القانون وتساوي بين مواطنيها وتنجز ما يطلب منها لرفاهية المواطن. هذه هي المدنية، ولذلك هنالك مشوار طويل للوصول لهذا الهدف، وبالتالي مجرد يعني رفع الشعار لا يحقق يعني هذا الشعار، ولكن مطلوب جهدا متكاملا وطنيا لتجاوز المشكلات والأزمات الوطنية لبلوغ الاستقرار السياسي. نعم. الذي يقود الى تحقيق هذه
الأهداف. نعم دكتور، تحدثت في إشارة واضحة لتعيين الولاء المدنيين، البعض يرى أنه هذا إنجاز عظيم للحكومة الانتقالية بتعيين الولاء المدنيين، والبعض طبعا شهدت حالات المد والجذر والاختلافات والانتقادات لتعيين الولاء من البعض الآخر، والبعض يقول لما لم تصبر الحكومة حتى توقيع اتفاقية السلام حتى يتم أيضا توظيف حركات الكفاح المسلح في ولاة الولايات، أنت كيف تنظر لهذا؟ نحن تحدثنا مع الجميع، تحدثنا مع أعضاء مجلس السيادة، مع السيد رئيس الوزراء والأحزاب السياسية، مع الجميع، مع قوى الحرية والتغيير. نحن نظن أن الولايات بتعاني من اختلالات أمنية ومشكلات متعددة وصراعات إثنية، في حاجة إلى يعني أجواء جديدة في تلك الولايات. يعني وهذه الأجواء تتوفر بشكل أفضل حينما نبلغ السلام، ولكن الضغوط تكاثرت وطالبتنا كل هذه القوى نحن في الجبهة السورية لموافقة لتعيين الولاة المدنيين، ولذلك قامت الجبهة السورية بموافقة مشروطة بأن يكون تعيين الولاة متوافقا عليه من شعب الولاية أي والي. وهل تم تطبيق هذا الشرط؟ لم يتم تطبيق هذا الشرط، ألا يكونوا حزبيين، يعني يكونوا يعني تكنوقراط ثاني، يعني أشخاص يتم تدرجوا في الخدمة المدنية مثلا، خدمة المدنية حتى يعني أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية. هذا أمر مهم لإدارة الولايات في هذه الفترة، وأن ترتبط فترة بقاء هؤلاء لإنجاز السلام مع بعد السلام. طبعا هناك اتفاق لإعادة تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، ولكن لم يتم التزام بهذه المعايير التي يعني قدمت من الجبهة السورية وتم تعيين الأولى. على كل حال نتمنى لهم التوفيق في هذه المرحلة الدقيقة جدا، ونحن يعني نمد أيدينا كما قلنا لكثير منهم، يعني نعم. الذين قابلناهم نحن متعاونون معهم لاستقرار الولايات، ليحدث شيء من السلام والطمأنينة. نعم. حتى ننجز السلام. دكتور للأسف الشديد نحن في نهاية هذه الحلقة، لذلك أحاول أن أقفز على المراحل حتى وإن كان قفزا. نعم. ليس في التسلسل الموضوعي. تقويمك كدكتور عبد العزيز نور عشر لأداء حكومة الفترة الانتقالية، الأداء العام. طبعا من التحديات الكبيرة دائما المطلوب من الفترات الانتقالية، من الحكومة الفترة الانتقالية، إنجاز مهام كبيرة. ولو قارنا هذا المهام بالإنجازات بالمهام المطلوبة بالشعارات المرفوعة من الثورة، لم يتحقق يعني أغلب هذه الأهداف. وبالتالي طالما بقاء هذه الحكومة مرهونة بإنجاز أو يعني مطلوب منها إنجاز هذه القضايا والشعارات، لا يمكن أن نسميها أنها نجحت في إدارة أهل البلاد في الفترة السابقة. ولذلك يعني نقول إنه هذه الحكومة لم تتمكن من إنجاز ما هو مطلوب منها حتى الآن. نعم، إذن ما هو الطريق أو السبيل لتغيير هذا الأمر فيما تبقى من وقت؟ لأن المضض بالمناسبة وقت مهم شديد لتأسيس، لبناء الأساس للفترة الانتقالية. فإذا أنت تفضلت بأنه تقويمك الذاتي أنه هي لم تنجح في هذا الأمر، كيف يمكن التعديل عليه فيما تبقى من وقت؟ أنا يعني لا أبرر، ولكن أيضا للحكومة أسبابها. يعني السيد رئيس الوزراء لم يمنع حق اختيار وزرائه، هذه واحدة من القضايا. ولكنه أيضاً يعني عدل على الوزراء بعد تعيينهم، أقال عدد من الوزراء. نعم، لكن بعد فترة، يعني بعد عام، يعني عام فترة طويلة في معيار في مقياس الفترات الانتقالية، لأن الفترة الانتقالية فترة ما بعد رئيس نيميري عام واحد فقط. يعني الأمر الآخر، يعني دائما عندنا إشكال في قضايانا الوطنية، الصراعات المرتبطة بالمكاسب السياسية، وأيضا هذه أقعدت أيضا هذه الحكومة من ودي عملت الانشقاقات يعني. نعم. في كل شيء، في نعم. حركات الكفاح المسلح حصل، في قوى الحرية والتغيير حصل، حتى في تجمع المهنيين حصل. نعم،
فالمطلوب للخروج من هذه الدائرة أنه في حاجة إلى إرادة وطنية جامعة. يجب أن نلتف حول أولا حول إنجاز السلام، ثم ثانيا تحقيق نستعجل المؤتمر القومي الدستوري حول اتفاق حول مهمات القضايا في السودان، ثم بعد ذلك نرسم معا خارطة الطريق للخروج بالبلاد. أن نمضي بهذا الشكل سوف لن نصل إلى نهاية الفترة الانتقالية بالسلام. دكتور، زمن الحلقة انتهى، لكن أريد أن أختلس بعض الزمن من الكنترول إذا سمح بذلك، حول أن ننتقل من الموضوع إلى الذاتي. دركت تحدثني كده برضو كتجربة إنسانية في بعد أن مباشرة حاولت أن في حادثة الذراع الطويل على وجه التحديد أن تخرج من الخرطوم. تقريبا في مدرعة ضربت عربيتك في الأول، بعد كده مشيت القضارف حسب ما قرأت، ومشيت حلفة وناس حلفة ما كانوا عارفين لكم. يعني أنا بتخيل في الثلاثة يوم حقت حلفة دي أنت كنت بتقول في داخلك يا رب ما يعرفون، ما هم كل مرة أنتم نقول لهم أنتم منو، فكنت على وشك إطلاق السراح، ومن بعد ذلك تم التعرف على شخصيتك. التجربة الإنسانية في هذا الأمر على وجه التحديد، هي لحظات فيها الغالب فيها القدر، لأنه كان الضغط الأمني في الخرطوم كان كبير، وقررنا أنه نطلع من دائرة الضغط الأمني، ولكن احيانا يفر المرء من قدر الله الى قدر الله. فذهبنا الى 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 قضارف، كانت وجهتنا، ولكن لاسباب ايضا ترتيب لم يكتمل هناك. ثم كمحطه بديله ذهبنا الى 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 حلفة، وفعلا الاجهزه الامنيه او جهاز الامن تحديدا ليس له علم بوجودي. وخلال هذه الرحله الطويلة إلى اللي هو تم التعرف على رفيقك تحديدا، مش كده؟ هو بالصدفة أيضا، بالصدفة ذكرت معلومة للشخص ونقل ذلك الشخص معلومة إلى جهاز الأمن، وأتوا إلى حيث نقيم. كنا نيام في منتصف الليل وقبضوا علينا لمدة 3 أيام، لم يتعرفوا علينا وكادوا أن يطلقوا سراحنا لولا أحدهم أصر أنه يخضعنا لمزيد من التحري ويمشي يبحث وكذا. بعد ذلك تم التعرف علينا، أخذوا لقطات من صورنا للخرطوم، ويعني الخرطوم تعرفت علينا وليست حلفة. ومشهور جدا المقولة الشهيرة، الموت للإنقاذ رغم الأغلال ورغم القيود. تلك كانت أثناء المحاكمة، خضينا لمحاكمة من خلال ورقة سميت باللائحة الإجرائية لمحاكم الإرهاب، كتبها رئيس القضاء الأسبق للأسف، وتمت محاكمة أكثر من 106 شخص بالإعدام دون التزام بقانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي السوداني أو قانون الإثبات، لأن تلك الورقة تتجاوز صلاحياتها كل صلاحية واردة في تلك القوانين التي تنظم المحاكمات الجنائية، وفي محكمة خاصة، ولا ليس من حق المتهم أن يستأنف إلا لدرجة واحدة، وحتى ذلك الاستئناف لم يتم. ولذلك أنا دائما أقول تلك الصفحة السوداء في تاريخ القضاء السوداني المشهود له بالنزاهة والاستقلالية، ولذلك دائما هذه محطة تجعلني دائما أفكر في مسألة استقلال القضاء أمر حيوي في بناء الدولة، دولة القانون. لذلك أنا ساهمت من حسن الصدف مع زملائي في الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية، وكنت مصرا ألا نجعل مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام من اختصاص أي جهة سياسية، وإنما من اختصاص سلطة عليا لنجعل من القضاء استقلالا تاما، لأني أكثر الناس تضررا من تسييس القضاء، ولا يمكن أن أوافق مرة أخرى لتسييس القضاء. دكتور، من حزن الحظ أن الزملاء وافقوا بذلك، واقترحنا مجلس القضاء العالي بدلا أن
المفوضية القضائية الموجودة في فترة الإنقاذ. نعم دكتور، أيضا تحدثت عن القدر، القدر أيضا جعلك تتحدث أمام شخص من النظام السابق بسوء السجون، وهو تحدث أنه السجن كان ممهدا لدرجة أنك حصلت على درجة الدكتوراه داخل السجن، الآن هذا الشخص موجود في السجن، هذه أيضا يعني حركة قدرية غريبة جدا، وفيها زي ما بسمونها علم التنمية البشرية حاجة أشبه بالكارما. دعنا نختتم هذا الحديث الذي شرفت بلقائك باتهام أيضا موجه وموجود منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي كلها وفي بعض الصحف القديمة أيضا لحركة العدوى المساواة، إنها استلمت 1,000,000 يورو من تشاد سلمت لشخص مسمى باسمه على دفعتين أيضا كرد جميل لحماية الرئيس ديبي. هل هذا الأمر حدث أم لا؟ لم يحدث مطلقا، لأنه يعني هذا من السيناريوهات التي يعني سيقت في فترة عملية الزراعة الطويل، هناك كمية من بثت في الإعلام وبطباعات خاصة وبخدمة خاصة لمنظمة تتبع لجهاز الأمن في ذلك الوقت، وبثت كل هذه الأخبار المختلقة ضد الحركة، ولكن يعني هذه المعلومات كلها معلومات مفبركة وليست صحيحة. دكتور عبد العزيز نور عشر، القيادي بالجبهة الثورية والقيادي بحركة العدل والمساواة، يعني أنا في الحلقة دي شعرت بالاستمتاع الذاتي، لأن بدينا من الطينة والعمل في الرعي وصولا إلى السجن، وصولا إلى الآن، إلى بإذن الله بعد العيد يتم توقيع اتفاقية السلام، نتمنى ذلك. وكمان يا ريت أنتم برضو لو تساعدونا ببعض خلينا نقول التسهيلات الضرورية جدا للوصول إلى الختام. بإذن الله تعالى، يعني كلنا أمل في أنه يعني وطننا يتحول إلى وطن مستقر وآمن إن شاء الله ومتقدم، وكل هذه الأحداث والمآسي التي يعني مر بها الوطن هي في الآخر كل الشعوب مرت بتجارب مماثلة وربما أسوأ، ولكن في الآخر وجدت طريقها إلى الاستقرار وإلى التنمية. إذا صدق العزم وقدمت التضحيات ونعزم في أن نصل تلك المرحلة، وإن شاء الله يعني بالسلام وبإرادة جامعة لشعب السودان نصل للتنمية وللاستقرار ولمستقبل أفضل للسودان إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا جزيلا لتفضلكم بالمتابعة لهذه الحلقة التي أعتقد إنها حلقة مزيج ما بين السياسية والإنسانية. حتى جديد اللقاء في لم يعد سرا، دمتم في أمان الله.